نبغيو نحييك عاليا الاخ حكيم في جريده اصوات. الاخ حكيم كما كتعرف احنا مجموعه ديال التمثيليات ديال سياره اجره الصنف الثاني، كاين ثلاثه ديال التمثيليات، هناك كاين فيدراليه، جمعيه التضامن، ونقابه الاتحاد المغربي للشغل هي اللي اجتمعت واتخذت هذا القرار ديال مقاطعه مجموعه من الاحياء لاسباب عده. كما كتعرفوا الاخوان ديالنا هذه مده وهما كيتعرضوا لواحد الاعتداءات من قبل بعض الجانحين، من طرف بالسيوف بالعصيب بالحجارات، يعني داك الشيء تجاوز الحدو بواحد الشيء كبير. بقينا يعني كنخدموا حنا خايفين، الا ان هذا الشيء يعني بدا كيتكرر الانسان بدا يتخذ هذا القرار هذا حمايه لنا حنايا وحمايه للزبناء وحمايه كذلك حتى العربات، لان ما اتخذنا هذا القرار الا كما كيقولوا بالدارجه الا وصلت للعلم. هذا القرار اتخذناه البارح، الحمد لله يعني استجبوا مجموعه الاخوان في هذه المقاطعه هذه، الا انه من بعد تبين يعني كاين امور اللي خلتنا نفكروا اننا نعلقوا هذه المقاطعه. علاش؟ اولا كاين واحد الاستجابه واحد الاشكال ايجابي من طرف السلطات الامنيه، فالبارح الحمد لله من خلال الملاحظه ديالنا يعني العينيه والميدانيه شفنا باللي السلطات تحركت بمختلف التلاوي ديالها، يعني اعتقلوا مجموعه من الجانحين، يعني هذا صالح السائقين وحتى الساكنه. وثانيا كاين واحد الامور اللي يعني فكرنا لها بالنسبه للمواطن والزبون، كاين انسان كما قال الاخ اللي سبقني مراد، كاين يعني دي فارماسي اللي كيكونوا بيرونس دابا تشي لهم. اذا بناء على هذه الاسباب تم التعليق ديال المقاطعه ديال مجموعه الاحياء اللي كنا ذاكرينها، ولكن في حاله اذا استمر هذا الشيء المقاطعه راه قائمه. وتحياتي. كيتبعثوا في مواقع التواصل الاجتماعي خرجنا في واحد الاعلان اللي كنقطعوا فيه بعض الاحياء اللي كنتعرضوا فيهم للكريساج وكنتعرضوا فيها للتعسفات من بعض السلوكيات الغير مسؤوله من بعد القاصرين ومن بعد الشنكره بهذا المصطلح. يعني حنايا حنا عرفنا بالله انه هذا الشيء يعني غادي يضر المواطنين، والمواطنين هما كذلك الابناء نتاعنا والزواجات نتاعنا والاخوات نتاعنا. احنا ما بغيناش نوقعوا في هذه المساله، ولكن الضروره اللي جعلتنا انه نتخذوا هذا الاعلان. يعني هذا الشيء في صالح نتاعنا، الحمايه للسائقين نتاعنا وكذلك حمايه للمواطن. احنا كنديو المواطن لهاد الاحياء كنتعرضوا يعني بصفتنا وبصفه المواطن، حتى المواطن كيتعرضوا لهاد التعسفات. لذا خرجنا لهاد الحل. احنا كنطالبوا للجهات المسؤوله يعني تدخل بصرامه، والحمد لله الامن يعني كنعيطوا له كيستجب، ولكن كنتفاجئوا يعني مؤخرا تفاجئنا يعني بالحاله الاخيره ان في 24 ساعه السيد انطلق 24 ساعه، وكنسالوا يعني كيفاش ان كيتعرضوا السيارات وفي 24 ساعه كينطلقوا الاخر. لذا اتخذنا هذا القرار. حنا هذا القرار يعني الحمد لله كي كتشوف الان مع الاخوان يعني احنا في صدد تعليق هذا الاعلان هذه العشيه، غادي نعلقوا هذا الاعلان. لحقاش يعني كاين حالات استثنائيه، يعني كاين مرض كيشرط، كاين الانسان اللي مريض، كاين اللي يمشي للفورماسيان، الا زدنا في الحاله يعني غادي نضروا البعض. لذا غادي نعلقوه، ولكن احنا مستعدين في اي وقت نرجعوا لهذه الحاله. الامن والسلطات المحليه يعني ليله البارحه يعني خدموا يعني تحركوا بواحد الشيء يعني واحد الشيء معقول ومقبول لنا ومقبول للساكنه. يعني جميع الاحياء شملتهم الدوريات سواء من الامن سواء من السلطات المحليه. تعرضت يوم الاثنين بالليل جوايه الوحده ونص ديال الليل على صباح الثلاث الهجوم من طرف بعض المجرمين يعني في بوجنيبه، كنت موصل واحد الكليان واتصلت مع الامن الحق، جاوا جوج طابطات جاوا في الحال، ولكن بعد ما اعتقلوا المحاضر والتصاور وهذه ولاو تلقوا مع يعني ما عرفناش علاش. دابا المشكل انا متضرر ومضيع لي الزاج، دابا شكون يعوض لي انا الزاج ديالي؟ راك شوف دابا كاين بعض يعني البؤر السوداء في المدينه، واخا الجهودات ديال الامن ولكن ما كافيش، خص عاد يعني تعزيزات اخرى. المتطلبات ديالك دابا؟ المتطلبات انا شكون دابا يعوضني في الزاج ديالي؟ انا شكون دابا يعوضني في الزاج ديالي انا؟
دابا انا خلطت بارفري، دابا شكون هما مشاو عطاو كفاله وانا يا اه وانا يا مالك، وانا شكون دابا غادي يعوضني؟ شكون دابا غادي يحميني انا؟ انا كندير الليل. كاين حتى بعض الاخوان، حتى بعض الاخوان كاينين. الشيء المطالب ديالو هو التعويض والزجر، لان بحال يكون انسان بحال هكا يتعرض للهجوم، يعني الشرطه القضائيه خصها دير الخدمه ديالها، خصو يكون الزجر. وهادشي اللي كاين. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.